بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أبنائي طلاب الصف الثاني الابتدائي في درس جديد من دروس مادة الرياضيات للفصل الدراسي الأول واختبار الفصل الأول. أبنائي، في اختبار الفصل الأول سوف نراجع على أهم الدروس التي أخذناها من خلال بعض التدريبات ومن خلال بعض الأسئلة. السؤال الأول أبنائي، أكتب عدد العشرات والآحاد ثم أكتب العدد. نلاحظ أن هنا في الآحاد كم؟ نعم، 3، أحسنتم. بينما هنا في العشرات 4 من العشرات. لنذهب إلى تحديد قيمة كل رقم. 3 في الآحاد قيمتها 3، بينما 4 في العشرات قيمتها 40. فإذا جمعنا 3 في الآحاد والـ40 في العشرات صار الناتج 43. ننتقل أبنائي إلى السؤال رقم 2. كم رقما في الآحاد؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. إذن 7 آحاد. والعشرات أبنائي هنا 10 واحدة. لنرى قيمة كل رقم منها. 7 في الآحاد قيمتها 7، بينما 1 في العشرات قيمته 10. 7 زائد 10، إذن الناتج 17. ننتقل أبنائي إلى السؤال التالي. أقدر العدد وأحوط الجواب المناسب. هنا في هذا الإناء وفي هذا الشكل 10 كرات زجاجية، رقم معلوم، بينما هذا الشكل به عدد غير معلوم من الكرات. نريد أن نقدر هذا العدد. هل برأيكم 30 تقريبا أم 40 تقريبا أم 90 تقريبا؟ إذا قمنا باستخدام الطريقة التي استخدمناها، إذا كان هذه 10 فإن هذا الجزء ربما يحمل 10، ثم هذا يحمل 10، ثم هذا يحمل 10، ثم هذا يحمل 10، تقريبا 10 10 10 10 10 ثم 10 ثم 10 ثم 10. لنرى كم تقريبا، وعشرة، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، وهذا الجزء الأخير ربما يحمل أيضا 10. إذن فعدد الكرات كثيرة وعدد كبير، ربما يصل إلى 90 كرة تقريبا، لأن هذا الشكل ممتلئ بالكرات، فهناك كرات لا نراها في الخلف. فالتقدير الأنسب لهذه الكرات أو عدد الكرات الكبير ربما يكون 90 تقريبا. بعد ذلك أبنائي، نكتب العدد بالأرقام أو بالكلمات. إذا كان الرقم بالكلمات نحوله إلى أرقام، وإذا كان الرقم بالأرقام نحوله إلى كلمات كما أخذنا في جدول الأعداد. 93 في الآحاد نكتب 3، وفي 90 نكتب 9. إذن هذا الرقم يكتب بهذا الشكل عندما نحوله إلى أرقام. 10 كيف نكتبها بالأرقام بالكلمات أبنائي؟ نعم، 10. أحسنتم. ننتقل أبنائي بعد ذلك إلى الأسئلة والتدريب التالي. أحوطوا القيمة المنزلية للرقم الملون بالأحمر، أي قيمة الرقم كم؟ الرقم الملون بالأحمر هنا 4، والعدد 45، والرقم الملون بالأحمر 4، والأربعة في العشرات. إذن فقيمتها 4 أم 40؟ نعم، قيمتها 40. ننتقل أبنائي إلى السؤال رقم 7. 75 هذا هو العدد، والرقم الملون بالأحمر 5، أين يوجد؟ في الآحاد أم في العشرات؟ في الآحاد. نعم، إذن فهل ستكون قيمته كبيرة أم صغيرة؟ ستكون صغيرة. إذن فهل نختار 5 أم 50؟ نعم، أحسنتم، نختار 5 فقط لأنه في الآحاد. بعد ذلك أبنائي، لننظر إلى خط الأعداد، هذا الذي كنا نسميه خط الأعداد، ويوضح لنا الأعداد من 30 وحتى 50 بهذا الترتيب وهذا الاتجاه. لنرى بعد ذلك تكملة النقاط من خلال هذا الخط. 42 ثم فراغ ثم 44. ما الرقم الذي يوجد بين 42 و44؟ أحسنتم، 43. بعد ذلك أبنائي، 46 وهنا فراغ، ثم 48.
نعم، ما الرقم الذي يوجد بين 46 و 48؟ 47. أحسنتم. ثم 48، ثم بعد 48 ما الرقم الذي يلي 48 في خط الأعداد لو نلاحظ؟ نعم هذا 48، إذا الذي يلي 49. بعد ذلك العدد 33 و 31، وكأننا ننزل تنازليا من هنا أو تصاعديا من هذا الاتجاه، أيما يكون، فما الرقم الذي بين 33 و 31 في خط الأعداد؟ هذا 31، وهذا 33، إذا ما الرقم الواقع بينهما؟ نعم 32. بعد ذلك أبنائي ننتقل إلى الصفحة التالية، المقارنة بين الأعداد، وأضع علامة أكبر من وعلامة أصغر من وعلامة يساوي. الرقم 94 أكبر من أم أصغر من أم يساوي 91؟ قلنا أبنائي ونذكركم بأننا نرى أولا المنزل الأكبر، المنزل الأكبر هنا العشرات، هنا 9 وهنا 9 متساويان في العشرات، إذا لنذهب إلى الآحاد، هنا 4 والأربعة أكبر من الواحد في الآحاد، إذا 94 أكبر من 91. بعد ذلك أبنائي 33 ثم 33 في العشرات يتساويان، وأيضا في الآحاد هما متساويان، إذا فالعلامة التي نضعها يساوي. بعد ذلك أبنائي 49 أكبر من أم أصغر من أم تساوي 59؟ أحسنتم. لنرى أولا العشرات، هنا 4 وهنا 5، لا نحتاج إلى أن نذهب إلى الآحاد الآن، فالأربعة في العشرات والتي قيمتها 40 أصغر من 5 هنا في العشرات والتي قيمتها 50. أحسنتم. بعد ذلك أبنائي ننتقل إلى السؤال رقم 14، ألاحظ النمط ثم أرسم الشكل التالي وأكتب عدد الأشكال. في هذا الشكل نلاحظ أننا أمام 12 مثلثا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 مثلثا، ثم هنا يصبحون 9، ثم هنا صاروا 6، فكأننا في كل مرة ننقص صفا، أو عفوا ننقص عمودا كاملا، صارت بهذا الشكل، ثم أنقصنا هذا العمود صارت بهذا الشكل، إذا ففي المرة التالية أيضا سوف نحذف عمودا منها لتصير بهذا الشكل. فما الرقم الذي هنا؟ نعم في كل مرة كنا ننقص أو نحذف 3 مثلثات، فكانت هنا 12 ثم أصبحت 9 ثم أصبحت 6، فإذا حذفنا 6 3 أخرى أصبح العدد 3 وأصبح النمط 3. بعد ذلك أبنائي أملأ الفراغ بالعدد المناسب ثم أصف النمط. هنا 74 صارت في فراغ لا نعرفها، ثم 78 صارت 80. من خلال هذين الرقمين نستطيع أن نستنتج الرقم الذي أضفناه في كل مرة. 78 صارت 80، إذا أننا قمنا بإضافة 2. أحسنتم. إذا أضفنا 2 إلى 74 سوف يكون الرقم 76، العد القفزي بإثنينات أو إثنينات في هذا النمط. بعد ذلك أبنائي لنرى كم يكون العد القفزي، أو بكم يكون العد القفزي في هذا السؤال. 35 فراغ 45، برأيكم ما الفراغ الذي، أو ما الرقم الذي يملأ هذا الفراغ حتى يكون العد القفزي بشكل منتظم ونمطي؟ نعم أحسنتم، نضيف 5 ليصير هنا 40 أو 40، ثم إذا أضفنا 5 صار 45، ثم إذا أضفنا 5 يصير العدد هنا 50، إذا العد القفزي بخمسات. أبنائي ننتقل إلى المسألة الأخيرة وأحل المسألة، انظروا إلى الشكل، ما رقم منزل فيصل إذا كان فيه 3 عشرات؟ هذه 4 منازل، هذا المنزل الأول، المنزل الثاني، المنزل الثالث، والمنزل الرابع، وكل منزل يحمل رقما. نريد أن نعرف منزل أو رقم منزل فيصل،
ولكنه سوف يصف لنا هذا الرقم، فيه 3 عشرات، إذن في العشرات سوف نحصل على 3. على الفور أبنائي نستبعد هذا الرقم لأن في العشرات فيه 2، ونستبعد أيضا هذا المنزل لأن في العشرات فيه 2. بقي أمامنا منزلان، هذا وهذا، أيهما منزل فيصل؟ قال في العشرات 3، ورقم العشرات أكبر من رقم الآحاد، رقم العشرات أكبر من رقم الآحاد. في هذا البيت العشرات والآحاد، هذا 3 وهذا 3، بينما هنا العشرات 3 والآحاد 1. إذن ففي العشرات هذا الرقم وهي 3، بكل تأكيد في الأرقام العادية فإن 3 أكبر من الواحد. إذن فهذا البيت أو هذا المنزل هو منزل فيصل. لماذا؟ لأن عدد العشرات فيه 3، والرقم في العشرات أكبر من الرقم طبعا في الآحاد في المنازل، لكنه لا يقصد هنا المنازل ولكن يقصد الأرقام العادية. 3 بطبيعة الحال أكبر من الواحد. إذن منزل رقم فيصل أبنائي هو 31. إلى هنا أبنائي نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم، على أمل أن نلقاكم في درس لاحق. نراكم في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.